تتواصل الأشواط مشاهدينا متابعينا الكرام، شوطا تلو الآخر في هذه الانطلاقات الجميلة في هذه التحديات الرائعة. شوطنا الثاني عشر الذي أعلنت انطلاقته منذ لحظات وهو مكملا للجولة الثالثة في هذا الانطلاق المباشر والتحدي الجميل مع سن المفاجآت. شوطنا الثاني عشر وهو الشوط الخاص باللقاية الجعدان المهجنات الأصايل لأبناء القبائل. ينطلق هذا الشوط مجددا أيضا الآمال المتجددة في هذه الانطلاقات الجميلة والتحديات الرائعة. نسير مباشرة بالصدارة، نبحر بمقدمة هذا الشوط ونعطي مشاهدينا ومتابعينا الكرام الوصف التفصيلي فيما يدور في تنافس على مقدمة هذا الشوط والصدارة تحت أقدام متعب محمد بن عتيج بن ضاحي العميمي، أيضا متابعا لانطلاقة متعب بناموس هذا الشوط. ننطلق مع المركز الثاني كي أرى مشعل لسالم بسلطان بن رشيد السويدي النقلة التالية مع المركز الثالث. نتابع ثالث التحديات وأرى الحذاف ياتي ثالثا لعبد الله بن صالح بن سعيد بالعري المري. ننطلق مع المركز الرابع، نتابع رابع التحديات والقدوم من الشارد حمد بن سلطان بن درويش المنصوري في متابعة أيضا وانطلاقة الشارد مع المركز الرابع. خامس التحديات القدوم من ظبيان لسالم بن سلطان بن عجيل الاكتبي اللي انطلق بدوره مباشرة مع المركز الثالث، ولكن نتابع المركز السادس، نتابع التحدي الجميل وأرى مشاهدينا متابعينا الخروف مشاهدينا متابعينا الكرام من يتسلل مع المركز السادس راشد بن سالم بن سعيد بن حلوكة متابعا لانطلاقة الخروف مع المركز السادس. وسابعا من الجانب الآخر أرى هناك أيضا عليان لفهد بن عطله بن عتيج العطوي يتابع انطلاقة عليان مع المركز السابع. ثامن التحديات نتابع وننطلق مشاهدينا متموسي هذا الشوط مع لوحة الكيلو المتر الأخير، الكيلو الخطير، كيلو التحدي، كيلو الإثارة والثبات على مقدمة هذا الشوط. متعب من يقود المجموعة منذ البداية محمد بن عتيج بن ضاح العميمي، ولكن أرى مسكت مع المركز الثاني أحمد بن يابر بن عبد الله من يتابع انطلاقة مسكت مع المركز الثاني. يا سلام يا سلام، التحدي واضح ولكن مسكت انطلق بناموسي هذا الشوط مع الصدارة مع المقدمة أحمد بن يابر بن عبد الله من يتابع انطلاقة مسكت. المركز الثاني أرى متعب لمحمد بن عتيج بن ضاحي العميمي، ومع المركز الثالث أرى هني للساع يتدخل في أول ندى للساع مبارك بن سهيل بن مبارك الاكتبي ينطلق مع المركز الثاني. ثالث التحديات الحاسم نايف بن محمد بروية الأخير، ولكن نعود مع الصدارة في اللحظات النهائية في الأربعمائة متر النهائية ومسكت على الصدارة بعد المسافة. رقص في اللحظات الأخيرة في الأمتار النهائية مسكت على الصدارة أحمد بن يابر بن عبد الله. وسلام سلام يا رد الشباب، سلام، أسعد الله صباحكم مع الأداء الجميل مع التحدي الرائع اللي قدمه. مسكت تهانينا لأحمد بن يابر بن عبد الله، وسلام يا رد الشباب، سلام مع الأداء الجميل والعرض الرائع اللي قدمه مسكت. لحظات وصوله إلى خط النهاية في المركز الثاني للساعة مبارك بن سهيل بن مبارك نكتبي. المركز الثالث الحاسم لنايب بن محمد بروية الأخيري. المركز الرابع شاهين لعبد الله بن حميد بن حميدان. المركز الخامس الناوي لزايد بن يمع بن زايد الاكتبي. والبقية نحيلهن لأعضاء خط النهاية. نعود مع التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام، لحظات وصول مسكت 7 دقائق 57 ثانية، 9 الزمن الثانية. تهانينا لأحمد بن يابر بن عبد الله على فوز مسكت بالمركز الأول. للساع يصل ثانيا يقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 8 دقائق. هذه هي لحظات الوصول. مبارك تهانينا لمبارك بن سهيل بن مبارك الاكتبي 8 دقائق 4 ثواني، 6 الزمن الثانية. بينما اللي وصل مع المركز الثالث الحاسم يقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 8 دقائق. هذه هي لحظات وصول الحاسم إلى خط النهاية 8 دقائق 6 ثواني، 8 الزمن الثانية. تهانينا لنايف بن محمد بروية الخيلي، تهانينا لجميع الفائزين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها